لذلك كان من حسن التبويب والترتيب أن المصنف رحمه الله أتبع الحديث السابق بحديث لاحق فيه التنصيص على حسن الخلق، وأنه من الأسباب القوية التي تدخل صاحبه الجنة. فقال المصنف بإسناده عن أبي هريرة: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أكثر ما يدخل الجنة؟ قال: تقوى الله وحسن الخلق. هذا حديث جاء بعد ذاك الحديث، لأن هناك رابطة قوية بينهما. الحديث السابق بين فيه الرسول عليه الصلاة والسلام بوضوح أن تخلق الرجل المسلم الغني المثري بالخلق الحسن الذي منه التجاوز عن زبائن المقصرين معه، أن الله يتجاوز عنه. جاء هذا الحديث يؤكد ما جاء في الحديث السابق حينما سئل الرسول عليه السلام عن أكثر ما يدخل الجنة، قال: تقوى الله وحسن الخلق. في هذا الحديث التصريح بذلك المضمون الذي أشرت إليه في تعليقنا على الحديث السابق، قلنا أنه في الحديث السابق قال رجل، وقلنا لابد من تقدير أن هذا الرجل كان مسلما، أي كان متقيا لله عز وجل بعيدا عن إشراك به. فصرح هذا الحديث بما قلناه آنفا في الحديث السابق، حيث قال في الإجابة عن سؤال أكثر ما يدخل الجنة ذكر شيئين. الشيء الأول وهو الأهم، قال عليه السلام: تقوى الله. وتقوى الله تفسر بمعنيين، أحدهما أخص من الآخر، ومعنى أخص من الآخر بمعنى أقل معنى، والآخر أكثر وأشمل معنى. تقوى الله في المعنى الأقل هو بعد الإيمان به تبارك وتعالى، كما جاء في الكتاب والسنة، العمل بكل ما أمر والانتهاء عن كل ما عنه نهى وزجر. هذا هو التقوى بأقل معنى، لكن تأتي أحيانا بمعنى واسع جدا، بحيث أن التقوى تشمل التحقيق والتطبيق لكل ما جاء في الشرع، سواء كان من الفرائض أو من المستحبات، فهو يأتي هذه الأشياء، أو كان من المحرمات أو المكروهات فهو يبتعد عن هذه الأشياء. هذا المعنى العام الأشمل. النوع الأول من التقوى فرض على كل مكلف. المعنى الأول من التقوى فرض على كل مكلف، لأن معناها الاتيان بما فرض الله والابتعاد عما حرم الله، كما جاء في الحديث الصحيح أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أرأيت إن أنا صليت الصلوات الخمس وصمت رمضان وحللت الحلال وحرمت الحرام أدخل الجنة؟ قال: نعم. إن أنت صليت الصلوات الخمس وصمت رمضان وحللت الحلال وحرمت الحرام دخلت الجنة. أي كل من اقتصر على القيام بما فرض الله والابتعاد عما حرم الله، فحلل ما حلل الله وحرم ما حرم الله، فهو في الجنة. على حد ذلك الأعرابي الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ومن المحتمل يكون هو هذا الشاهد السابق، ذاك الأعرابي جاء إلى الرسول عليه السلام
يسأله الله ما فرض الله عليه، فقال له 5 صلوات في كل يوم وليلة. قال هل علي غيرهن؟ قال لا، إلا أن تتطوع. سأله عن الصيام، قال فصوم شهر رمضان. قال هل علي غيره؟ قال لا، إلا أن تتطوع. وهكذا يسأله عما فرض الله فيبين له، ثم يسأله بالسؤال هل علي غير ذلك؟ يقول لا، إلا أن تتطوع، يعني تتنفل لما لم يفرض عليك. لما انتهى من ذلك قال والله يا رسول الله لا أزيد عليهن ولا أنقص. قال عليه السلام أفلح الرجل إن صدق، دخل الجنة أي صدق، أي هذا الذي تعهد للرسول عليه السلام أنه يأتي بهذه الفرائض لا يزيد عليها، لا يتنفل ولا يتطوع، في الوقت نفسه لا ينقص منها، لأن النقص منها معناه عصى ربه. فقال له عليه السلام أو قال في حقه لمن حوله صدق أفلح الرجل إن صدق، دخل الجنة إن صدق. هذه التقوى هي في أضيق معانيها التي لا تقوى بعدها، وهي تدخل صاحبها الجنة، لكن هناك تقوى أعم من ذلك، بحيث تشمل من حيث النواحي الإيجابية أن يأتي بما شرع الله من المستحبات والنوافل، وتشمل الابتعاد عما كره الله من الأمور المكروهات ولو أنها لم تكن من المحرمات. هذه تقوى أوسع وأشمل من ذلك. فبما أي التقويين نفسر جواب الرسول عليه السلام ذاك الرجل السائل عن أكثر شيء يدخل صاحبه الجنة؟ قال تقوى الله وحسن الخلق. الظاهر أن المقصود بهذه التقوى هو من النوع الأول، لأنه إن فسرناه بالنوع الثاني الذي يشمل كل خير حتى لو كان مستحبا دخل في ذلك حسن الخلق بطبيعة الحال. فلما قال تقوى الله وحسن الخلق أراد تقوى الله بمعناها الأقصر والأضيق، أي الإتيان بما فرض الله والإبتعاد عما حرم الله، هذا أكثر ما يدخل الجنة زائد حسن الخلق. وحسن الخلق هنا المعنى الواسع، ليس المقصود بحسن الخلق هنا فقط معاملة الإنسان بما يجب، يعني إنسان مثلا ترك عندك أمانة فأديت هذه الأمانة، لا شك أن هذا من حسن الخلق، لكن هذا حسن الخلق فرض، إذا قصر به الإنسان حوسب يوم الحساب وعذب على ذلك، لأنه خالف قول الله عز وجل أدوا الأمانات إلى أهلها، خالف أمرا نبويا. لكن المقصود بحسن الخلق هنا ما هو أكثر من حسن الخلق الواجب على الإنسان، أن يعامل الناس بلطف، أن يعفو عمن ظلمه، وأن يتجاوز كما سمعتنا في الحديث السابق عمن قصر في وفاء الدين له، إلى آخر ما هنالك من خصال الأخلاق الحسنة التي لا يمكن لإنسان أن يأتي بها كلها، لأن ذلك مما خص الله به بشرا في البشر جميعا، ألا وهو الرسول عليه الصلاة والسلام الذي وصفه الله عز وجل في القرآن بقوله وإنك لعلى خلق عظيم. ولكن على الإنسان أن يتطبع وأن يتخلق بالأخلاق الحسنة ما استطاع إلى ذلك سبيلا، إذا كان يحس مثلا في نفسه بأنه طبع على شح وعلى بخل فيتكلف أن يتكرم وأن يتساخى وأن يجود كل بحسبه، وإذا كان مطبوعا على شيء من الشدة والغلظة
فيحاول أن يلين وأن يتواضع مع الناس وهكذا. من أجل ذلك جاء في الحديث الصحيح قوله عليه الصلاة والسلام: إن الرجل ليدرك بحسن خلقه درجة قائم الليل صائم النهار. إن الرجل ليدرك بحسن خلقه درجة قائم الليل صائم النهار. والسبب في هذا أن الذي يحسن خلقه يحسنه وهو يجاهد نفسه. لذلك قال عليه الصلاة والسلام: إنما العلم بالتعلم والحلم بالتحلم. إنما العلم بالتعلم والحلم بالتحلم. وتأكيدا بهذا المعنى الذي يدندن حوله، وهو أن المسلم يجب أن يمرن نفسه وأن يدربها على حسن الخلق. قال عليه السلام تأكيدا لهذا المعنى: بطريق السؤال والجواب لأصحابي يوما: أتدرون من السرعة؟ أتدرون من السرعة؟ قالوا: السرعة هو الذي يصارع الناس فيصرعهم، بغالبهم يصرعهم بغلبهم. قال: لا، ليس الشديد بالسرعة، وإنما الشديد من يملك نفسه عند الغضب. فالذي يحاول أن يملك نفسه عند الغضب يتكلف ذلك ولو بمشقة، هذا الذي معناه أنه يحسن خلقه، وهذا الذي يطبق أمر النبي عليه السلام لما قال لمعاذ: اتق الله حيثما كنت وخالق الناس بخلق حسن. خالق الناس بخلق حسن. فقال له: مين من البطل؟ قال له: نهدي بغالب الناس بغلبهم. قال له: لا، البطل هو الذي يملك نفسه عن الغضب. ومن هنا أخذ ابن الوردي قوله في قصيدته المشهورة: ليس من يقطع طرقا بطلا، إنما من يتقي الله البطل. على هذا الأسلوب من تنبيه الناس إلى ضرورة تحسين الخلق وتمرين النفس على الصبر، قال عليه السلام يوما للنساء خاصة: أتدرون من الرقوب؟ قالوا أو قلنا: الرقوب فينا هي التي لا تلد. فأجابهن بأن الرقوب هي التي تلد ويموت ولدها، وذلك لأنها إذا ولدت ومات ولدها وصبرت على موته كان لها أجر كبير عند الله عز وجل، بعكس المرأة العقيم التي تعيش ولا ولد لها، فهي لا تجد الغضاضة ولا تجد الحساسية خاصة في نفسها كما لو رزقت ولدا وربته تلك التربية ثم الله عز وجل قبضه إليه. فهنا يظهر أهمية الصبر والرضا بالقضاء والقدر. الخلاصة أن هذا الحديث يبين لنا أن أكثر الأسباب التي تدخل صاحبها الجنة هي أول تقوى الواجبة